شوبير. ازيك يا كابتن؟ وحشني جدا، اخبارك ايه؟ الله يخليك. الفاكهه بتاعتنا يا كابتن. الفاكهه طبعا. كابتن جمال مدير الكوره في المقاولون العرب لسنوات عديده وشاهد واحد صناع مجد وتاريخ المقاولون العرب، صح يا كابتن جمال؟ الله يخليك يا كابتن، الف شكرا. يعني اعتقد يعني اعوام طويله، ويمكن للاسف الشديد يا كابتن جمال قلت في مقدمه استقبال ضيوف يعني انه المقاولون لانه مش نادي شعبي، مش على فكره المقاولين ليها جمهور لانه لها فروع في كل حته في مصر، ولما بنخرج في افريقيا شركه المقاولين العرب بتشيلنا على الراس من فوق يعني، لكن المقاولين ما خدش حقه حتى على الاقل على التاريخ او العوده الرائعه اللي عملها فريق الكره، لكن بالتاكيد انت شاهد على انجازات وانتصارات نادي المقاولون العرب يا كابتن جمال. طبعا انا لسه بقول بتفرج على برنامج طبعا الكابتن شوبير، ها؟ وبقول ان طبعا انا لعبت في نادي المقاولين من درجه ثالثه. نعم. ثالثه وثانيه، ولعبت مع حمدي نوح اول سنه في الدوري الممتاز. نعم. فاكر يا كابتن حمدي؟ طبعا يا كابتن، انت الكابتن بتاعي. طبعا كابتن جمال كان كابتن الفرقه كمان. كابتن بتاعنا طبعا. بس انا كنت صغير لسه كابتن جمال. كويس. وكان جمال لسه ناشئ صغير. ايوه. نعم. كنت صغير كويس. يعني كان واحنا بنلعب. نعم. في الدرجه الثالثه والرابعه. ها كان جمال لسه يعني صغير كويس. نعم. حصلنا في واحنا في الدوري الممتاز. نادي المقاولين طبعا نادي اولا كان لسه طالع كابتن. نعم. ويطلع اول سنه الرابع. نعم. ده كان يعني حاجه كويسه جدا جدا. لكن انا بكلم حضرتك بقى لما المقاولين ابتدى يبقى المقاولين. كان اهتمام غير طبيعي من مجلس اداره النادي. نعم. ودي يا كابتن شوبير دي اهم حاجه. ايوه طبعا. كويس. الاداره دي نمره واحد. ايوه طبعا، من واحد لحد 100. يعني كان معانا عثمان بيه وحسين بيه، يعني واحد برضو ما ينساش حسين بيه، لان عثمان بيه كان رئيس مجلس اداره الشركه. ايوه. ورئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي. مظبوط. وحسين بيه كان ماسك النادي. كان هو رئيس. نعم. مجلس اداره النادي. نعم. كويس. وكان بعديه جه صلاح بيه. في الوقت ده كان معانا ناس ما نقدرش ننسى فضلهم على نادي المقاولين العرب. نعم. البشمهندس عصام عباس. يا سلام يا سلام، ونعم الناس طبعا. البشمهندس عادل ايوب. ايوه. الراجل ده يعني كان الجندي المجهول. أيوة. ورا صح. كل طلباتنا. نعم. اللي احنا عايزينها. نعم. كانت بتجاب في من البشمهندس عادل ايوب. والبشمهندس عبد الله العربي كان مشرف على الفرقه. ايوه طبعا. لكن كان الجميل يا كابتن شوبير ان نادي المقاولين العرب ما كانش حد بيتدخل في الكورة بتاتا إلا جماعة عاد كمدير للكورة. نعم. وده اللي كان مخلي اللعيبة كلها عندها ثقة في الإدارة. نعم. بنقول كذا كذا كذا. نعم. وبعدين بطولة أفريقيا دي اللي احنا خدناها، احنا الفرقة الوحيدة كبشوير كانت بتسافر عن طريق أوروبا. مظبوط. انت فاكر حضرتك احنا كنا بنتعذب وانتوا تروحوا. أيوة. باريس وتروحوا روما. فاكر حضرتك. ايوه. انتوا كنتوا بتروحوا عن طريق كينيا، لان كينيا كان هي كانت هي السنتر ساعتها. مظبوط صح. السنتر بتروح من يمين وشمال. فقعدنا مع بشمهندس. انا عايز اقول بس ان الحارس ده الله يرحمه عبد الرحمن مسالم. عبد الرحمن مسالم. طبعا. نعم. اتفضل. وعمل ماتش هايل في اليوم ده. اتفضل. ومع عندنا من طنطا برضه من كفر اخلاق الباب بالتحديد يعني. حراس عظماء. بس لما جه بيل طبعا. جه بيل بعد الماتش ده على طول. ايوه مظبوط. ان احنا كسبناهم. وقعدنا معاهم وخلصنا وجا بيل. اول ماتش يلعبوا معانا المحله في المحله. مظبوط. الناس اتخضت. عمل ماتش. الناس اتخضت. من نعم. من جمال بيل. نعم. كويس. لكن انا بقول لحضرتك فرقه المقاولين دي ناس عظيمه. دي لان مفيش جمهور. انت عارف حضرتك الفرقه اللي بتلعب بدون جمهور دي صعب صعب صعب. اكنها بدون اسنان. نعم. نعم. احنا بنلعب كل الماتشات ضد الجمهور. ايوه. فان هم ياخدوا الدوري الممتاز. وفرقه قاهريه من القاهره. نعم. يعني انا ما طلعت في التلفزيون قلت اللي يكسب الاهلي رايح جاي لازم ياخد الدوري. مظبوط. حصل ساعتها صح. انت قلتها. طبعا خلاص طبعا. ما في اقوى فرقه. نعم. فلازم اخد الدوري.
مكسبها رايح جاي مرتين. عارف يا كابتن جمال، من غير ما اقطع حضرتك يعني، كابتن جوهري الله يرحمه كان مدرب الاهلي في الوقت ده، ف كان كابتن جوهري السنه اللي المقاولين خد فيها الدوري، فكان قاعد معانا كده في اجتماع قال يا جماعه المقاولين بيتسحب، كله كان باصص اهلي وزمالك، قال المقاولين بيتسحب، انا مش خايف غير من المقاولين، خايف من المقاولين، خايف من المقاولين، وده اللي حصل ورحنا راكبين الجدول ما نزلناش تاني. اتفضل يا كابتن جمال. وفعلا ده اللي حصل، احنا خدنا الدوري ده يا كابتن شوبير مات في المنيا. ايوه تمام في المنيا. مظبوط يا كابتن جمال، فريق تقيل. افتكر يا جماعه احنا واحنا راجعين بالاتوبيس اكننا فرقه راجعه من اسرائيل. نعم صح. كل الناس بترمي علينا بيض اه والله يا كابتن صح اهلاويه والله يا كابتن شوبير. بس عبوده جاب جون جميله يا كابتن جمال. عبوده ادانا الدوري يا كابتن شوبير الماتش دوت، يعني طبعا. اول مره الخواجه ينزل لحد الملعب. ايوه الملعب وحضر نزل عبوده اول مره كابتن شوبير مستر مايكل يخش الملعب وياخد عبوده في حضنه، كان هدف الدوري في حضنه فعلا. هو فاضل لنا ثلاث مشات على ملعبنا بعد كده. مظبوط هو ده اللي ادانا الدوري. مظبوط فلما كنا بنسافر كابتن شوبير اوروبا دي كان بيفرق كتير مع اللعيبه. طبعا اولا ما بتضيعش وقت، انك تخلص الماتش تنزل تركب الطياره تروح على اوروبا تاني يوم على القاهره. نعم دي كانت حاجه يعني احنا كنا بنرجع في 5 ايام. ايوه والله بجد بنرجع نروح على كينيا، احنا كده برضه مش عارف اي تي اي مش عارف كان اسمه الفندق كينيا. نقعد 3 4 ايام على ما يجينا الطياره. مره كنا الطياره كان اثنين وخميس. مره كنا في بنين فروحنا المطار قال لك الطياره بتاعت اير افريقيا اتلغت. طب وبعدين افريقيا صح قعدنا نبات بيتين مش عارفين نبات فين يعني. اتفضل يا كابتن. هو الحاجه الوحيده اللي انا بتكلم عليها يا كابتن كبير ان في لعيب اللي ما خدش حقه خالص. ايوه ناصر محمد الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ناصر الله ده يرحمه. كان لعيب يا كابتن شوبير يعني ربي اولا ادبا واخلاقا وكان كابتن فرقه وكان مؤدب وكان لعيب جامد جدا. يا سلام جداً. يا سلام كابتن شوبير ده ماتش 4-1 الاسماعيلي اللي احنا خدنا فيه الدوري بعد ما رجعنا من المنيا. ايوه اتفضل يعني يا كابتن. حاجه الواحد لازم يدي لكل واحد حقه في الفرقه دي. كويس فطبعا ده كان كل حاجات كويسه، لكن انا بتكلم دلوقتي يا كابتن شوبير ان ولاد المقاولين العرب مش واخدين حقهم في النادي. في ايه بقى؟ انت حضرتك لعبت في الفرقه لازم تدرب في الفريق تيم تاخد خبره. يعني انا لما كنت ماسك الفرقه كنت مثلا مايكل ايفر. كل جهاز من ولاد المقاولين العرب. لما جه حتى الكابتن انت عارف الكابتن زيزو جه ضرب المقاولين سنه. وكابتن انوس جه ضرب المقاولين واحنا اشتغلنا معاك كابتن سنتين انا ونبيل. ما انا بقول لك ده على طول بطلع الاولاد ياخدوا خبره من المدربين دول، لان اللي بيشيل الفرقه يا كابتن شوبير ولادها مهما كان. بس هي الدنيا اتغيرت يا كابتن جمال دلوقتي، انت عارف بقى الاحتراف والفلوس والبطولات. لا برضه انت عارف حضرتك زي ما انت جبت مثلا مايكل ايفرت كان ما هو ده مدرب جاي لوحده. انا بكلمك على مدرب يعني وبرضه كان الكابتن فؤاد صدقي كان من بره وكابتن عبد الصالح وكابتن طه اسماعيل وكابتن لا انا بتكلم على المدير الفني. لكن انا بتكلم على اولاد النادي. يا كابتن شوبير انت فاهم قصدي ايه؟ يعني المساعدين لازم يكون من اولاد النادي. والله انا يعني الحقيقه برضه اولا بشكرك كابتن جمال شكرا جزيلا كتر خيرك على المداخله الجميله دي، لكن خلينا